Mm hmm. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استكمالا للقاء الامس الحلقه السابقه التي كانت بعنوان لماذا اوقف عمر رضي الله عنه حد السرقه وسهم المؤلفه قلوبهم وقد بينا في الحلقه السابقه ان عمر رضي الله عنه لم يوقف حد السرقه كما ادعى من ادعى من المفكرين المعاصرين الذين قالوا ان عمر اجتهد مع وجود النص وبالتالي فنحن نجتهد ايضا مع وجود النص ولا لبعض المستشرقين وراينا ان عمر رضي الله عنه من الذين كانوا يتبعون سنه النبي عليه الصلاه والسلام اشد الاتباع وهذا حري بعمر رضي الله عنه وحري بصحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام انهم يتبعون هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل اموره وفي كل شؤونه فهل يتجرا عمر رضي الله عنه ان يوقف نصا قطعيا بمعنى ان معناه واضح تماما لا سبيل لتاويله ولا للاجتهاد فيه فرأينا ذلك في الحلقة السابقة. والليلة إن شاء الله نستأنف النصف الثاني من العنوان. وهو عمر رضي الله عنه هل أوقف سهم المؤلفة قلوبهم؟ بداية من هم المؤلفة قلوبهم؟ قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم هذه الاصناف الثمانيه هي الاصناف التي حددها الله سبحانه وتعالى للزكاه فالله تعالى حدد هذه الاصناف الثمانيه لاهميه ذلك فسهم المؤلفه قلوبهم من هذه الاصناف الثمانيه من هم المؤلفه قلوبهم اما ان يكونوا من الكافرين واما ان يكونوا من المسلمين خذ بالك الكافر اما ان تكون له شوكه يعني له قوه ومنعه ويستطيع ان يوصل اذاه الى المسلمين فهذا يعطى من هذا السهم من زكاة الأموال ليكف شره عن المسلمين هذا صنف وكافر آخر يرجى اسلامه له كلام له أفعال يستنبط من كلامه ومن أفعاله أنه يرجى اسلامه وأنه ينظر في الأمر فهذا أيضا يعطى من هذا السهم ومن المؤلفة قلوبهم في المسلمين أو من المسلمين من أسلم حديثا وما زالت الأفكار المادية تسيطر عليه من الأعراب ومن غيرهم ما زالت أفكار مادية تسيطر عليه فهذا يخشى منه أن يعود إلى ما كان عليه فهذا يعطى ليثبت على ما هو عليه تقول هل يعطى مالا ليثبت على الاسلام؟ نعم في اول الامر هؤلاء اعراب تسيطر عليهم الحياه الماديه ويقيسون الامور هكذا بالمال فعندما فلا تطالبه ان يكون كعمر او كابي بكر او كابي ذر او عثمان في اول اسلامهم انما هؤلاء يا بالتدريج وبالتدرج وبفهم الدين فهؤلاء يعطوا من اجل ان يثبتوا على دينهم. من المؤلفة قلوبهم ايضا من المسلمين صنف يكون على الحدود مع الكافرين مع العدو وهؤلاء يعطوا من هذا السهم حتى يكفوا الاعداء عن غزو ديار المسلمين وصنف عندما يعطوا من زكاة يعطون طيب من زكاة المال فانه يرجى اسلام نظائرهم وحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى غنما بين جبلين لصفوان بن أمية رضي الله عنه وأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى بعد حنين وأعطى عيينة بن حصن مئة من الإبل مئة من الإبل دي ثروة كبيرة جدا يعني بمقاييس أيامنا هذه يعني مليونير عنده النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه ثروة كبيرة جدا لا يحلم بها فالنبي عليه الصلاه والسلام يعطي هؤلاء الساده فمنهم من ذهب الى قومه وقال لهم اسلموا لقد اتيت من عند رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فاسلم هؤلاء، اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي هؤلاء من اجل الدعوه فاستخدم النبي عليه الصلاه والسلام كل الوسائل المتاحه بين يديه من أجل أن يدخل الناس إلى الإسلام لا كما يقول أعداء الإسلام إن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف لا النبي السيف وسيلة من وسائل الدعوة عندما يصد هؤلاء عن دين الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وقال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حم النعم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر من بعده فجاء له عيينة والأقرع يريدان أرضا فأبو بكر رضي الله عنه أعطاهم هذا الأرض هذه الأرض وكتب صقا لهم شهادة كده أن هذه الأرض لهم وكانت أرضا كبيرة يؤلف قلوبهم ولكن اشترط عليهم شرطا قال وقعوا توقيع عمر اذهبوا لعمر يوقع على هذه الشهادة وعلى هذا الصك فلما ذهب إليه فإن عمر رضي الله عنه قال ما هذا قالوا هذه أرض أعطاها لنا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمسك عمر رضي الله عنه بالصحيفة ومزقها فهاج وصار على عمر رضي الله عنه وذهب ليؤلبان أبا بكر على عمر فانظر إلى رد أبي بكر يقولان له أأنت الخليفة أم عمر فقال ابو بكر هو لو اراد هو لو اراد وعمر رضي الله عنه قال لابي بكر ان الاسلام قد ظهر وصارت له منعه وصارت له شوكه فمن اراد ان يسلم فليسلم ومن اراد ان يترك الاسلام فليترك الاسلام نحن لا نحتاج الى هؤلاء لتاليف قلوبهم الان هذه مرحله من المراحل ليس لا مرت ولا يوجد الان في هذا الوقت لانه بعد ذلك سيعطى من لهؤلاء فابو بكر الله عنه اقر عمر اقر عمر فلو شئت ان تقول ان عمر اوقف هذا السهم فقل ان ابا بكر اوقف هذا السهم وان الصحابه اوقفوا هذا السهم لكن عمر رضي الله عنه اراد ان ينظر الى الى النص والى تطبيق النص على الواقع كما ذكرنا في حد السرقه فعمر رضي الله عنه وجد ان الاسلام الان صار عزيزا منيعا قويا لا يحتاج الى ان يعطي هؤلاء من اموال الزكوات ويحرم غيرهم من الفقراء والمساكين وباقي المصارف وجمهور اهل العلم على انه يجوز ان تعطى الزكاه كل الزكاه لمصرف واحد من الثمانين، يعني ايه؟ يعني يجوز ان تعطى الزكاه للفقراء فقط للمساكين فقط لابن السبيل فقط في سبيل الله فقط يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد والعلماء يقولون لو أن صنفا من هؤلاء الأصناف لم يوجد في زمن من الأزمنة فلا يعطى يعني هم ثمانية نفترض أن زماننا هذا ليس فيه ابن السبيل ليس فيه في الرقاب ولا يوجد في الرقاب الآن فهل معنى هذا أن أنه تم إيقاف هذا النص لا إنما عندما يأتي مرة ثانية ابن السبيل يأتي في الرقاب يأتي غيرهم فإنه يعود نصيبه من الزكاة فعمر رضي الله عنه إذن نظر فإذا الإسلام لا يحتاج إلى هؤلاء الآن من أجل ذلك رأى ووافقه أبو بكر ووافقه الصحابة أن هؤلاء لا يعطون الآن من هذا السهم لأن الإسلام صار قويا ولا يحتاج لهؤلاء الان، فهل اوقف عمر النص كما اوقف النص في كما قالوا في حد السرقه؟ لم يوقف النص ولكنه ينزل النص على الواقع ما يسمى بمناط الدليل ينزل النص على الواقع، فعندنا نص هب انه لا يوجد فقراء لا يوجد مساكين ولم يوجد الا صنفا واحدا فقط، تعطى الزكاه لهذا الصنف، هل معنى هذا اننا اوقفنا باقي الاصناف؟ لا، لكل زمانٍ ولكل مكان احواله وهذا ينظر فيه ولي الامر او من يوكله ولي الامر او ينظر الناس في هذا الامر عندما لا تجمع الزكاه كما كانت عن طريق اولياء الامور فعمر رضي الله عنه اذن لم يوقف سهم المؤلفه قلوبهم كما يقول هؤلاء وظل العمل على هذا السهم حتى لما جاء عمر بن عبد العزيز بعد فترة من زمان عمر رضي الله عنه فإن رأه رأى في زمانه أنه يحتاج إلى إعطاء أقوام من أجل أن يؤلف قلوبهم فأعطاهم عمر بن عبد العزيز رضي عليه رحمة الله لأن عمر فهم أن عمر بن الخطاب أوقف إيقافا مؤقتا هو الصحابة كما ذكرنا إيقافا مؤقتا لعدم حاجة الإسلام إليهم إنما النص باق الى يوم القيامه الى ان يرث الله الارض ومن عليها لكن على ولي الامر او من ينوب عن ولي الامر او للاشخاص عندما لا تجمع الزكاه كما كانت تجمع ان ينظروا الى المصالح والى من المتواجد الان من الاصناف الثمانيه حتى يعطى الزكاه فانت ترى المصلحه فعمر رضي الله عنه فعل ذلك فهو راى ان المصلحه وان الاسلام لا يحتاج الى ذلك الان من اجل ذلك قال لابي بكر دعهم او دعهما ومزق الصحيفه ووافقه ابو بكر رضي الله عنه اذن الكلام وهذا التساؤل وهذه الشبهه وهذا القول ان عمر اوقف نصا رضي الله عنه ليس بصحيح البته ونحن راينا وهناك طبعا تفاصيل اكثر من ذلك لكن انا اشرت الى الحد الادنى من الرد على هذه الشبهه ان عمر وحاشاه ان يوقف نصا رضي الله عنه او ان يعطل نصا رضي الله عنه. اكتفي على هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.